ثالثا تتمثل أسباب ارتفاع أعداد الحالات خلال الأيام الأخيرة لعدم التزام الحالات بالتعليمات وتهاونهم في التطبيق السليم للإجراءات والتدابير الوقائية. من خلال الرصد اليومي لأعداد الحالات القائمة يتبين لنا ارتفاع في أعداد البحرينيين المسجلين كحالات جديدة. على سبيل المثال في يوم 16 أبريل تم تسجيل 28 حالة قائمة لمواطنين و11 لغير البحرينيين. في 14 مايو تم تسجيل 68 بحريني و358 غير بحريني. في 28 مايو شهر من قبل كم يوم تم تسجيل 68 حالة لبحرينيين و358 حالة لغير البحرينيين، المعذرة 296 حالة لغير البحرينيين. ويوم أمس الموافق 2 يونيو تم تسجيل 179 حالة لبحرينيين و271 حالة لغير البحرينيين. هذه الأعداد نشوفها بالمقارنة أن الحالات لغير البحرينيين تضاعفت أو زادت في الأيام السابقة، ولكن وصلت إلى حد من عدم الارتفاع أو التوازن في خط معين، وبإذن الله إن شاء الله بيكون في هناك تراجع هذه الأعداد في الأيام القادمة، نسأل رب العالمين تكون هذه يعني النتيجة. ولكن يعني التغيير اللي موجود في الأرقام يعني في من 16 أبريل خلينا نقول 28 إلى أن توصل حالة اليومية للبحرينيين بالأمس إلى حوالي 179، فهذه فارق كبير على مستوى يعني المواطنين البحرينيين أن ترتفع عندهم هذه الحالات. نتمنى أن نرى تناقص في هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. أسباب الزيادة في أعداد الحالات القائمة من المواطنين هو من التجمعات الأسرية والاجتماعية خلال رمضان وخلال عيد الفطر والخروج لغير الضرورات. الأسواق مفتوحة والأماكن العامة الاجتماعية مفتوحة، ولكن وجدنا عامة مع الرصد أن أغلب الحالات كانت لحالات داخل أسرها، يعني يتجمعون أكثر من منزل أو بيت في زيارة بين الأخوان وغير الأخوان الأصدقاء والمجالس عامة المفتوحة. جميع هذه أسهمت في رفع هذه الأعداد اللي احنا رصدناها في الأيام الأخيرة. نجدد التذكير بأهمية اختصار التجمعات على التجمعات العائلية الصغيرة الساكنين بنفس المنزل والالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامات أو الأقنعة أو أقنعة الوجه والالتزام كذلك بمعايير التباعد الاجتماعي. وجدنا فعلا في التجمعات الأسرية كذلك أن ما يراعى فيها لا تباعد اجتماعي ولا يراعى فيها يعني قضية السلام أو التقبيل أو الالتصاق أو حتى لبس عامة الكمامات. القصد التباعد الاجتماعي مطلوب حتى وقت التجمعات الأسرية اللي بتتجمعون فيها.